كلام كتير عن كبار السن وانهم اكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد. ايه هو التعامل الامثل مع هذه الفئة؟ التعامل الامثل مع ابائنا وامهاتنا من المسنين ان احنا نوصل لهم رساله ان احنا بنحبكم اكتر، ان احنا خايفين عليكم اكتر. احنا مش المجتمع اللي هيضحي بكبار السن، ومش المجتمع اللي هيقول دول الفئه اللي احنا مش هنعالجهم. لا، احنا ديننا وقيم مجتمعنا بتفرض علينا ان احنا نحميهم اكتر من الفئات التانيه. طبعا حضرتك بتشير الى بعض الحوادث اللي حصلت في في دول دول اخرى. اخرى. طبعا لان هم كان عندهم عدد كبير قوي من الحالات دي اتدهورت بسرعه، فكان الدكاتره بيفضلوا ما بين حالات هم شايفين ان هم حالتهم هتستقر بسهوله، وحالات اصعب شويه اللي هي فئه كبار السن. فاحنا من الواجب علينا ان احنا نحمي ابائنا وامهاتنا من المسنين بشكل اكبر، اللي هو اتباع اجراءات مكافحه العدوى بشكل اكثر صرامه، ان احنا نقول لهم ما ينزلوش من البيت الا للضروره القصوى، غسيل الايدي عند اي احتكاك باي اسطح قد تكون فيها تحتوي الفيروس، التزام بالاكل الصحي السليم اللي هو نشرب سوائل دافيه كتير جدا، ناكل خضار وفاكهه كتير، وان يتعرض للشمس بقدر المستطاع. الخروج من البيت مش معناه ان انت ما تروحش البلكونه تتعرض للشمس، ما تطلعش تتمشى على سطح البيت، او لو في جنينه حوالين البيت تطلع تتمشى فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا نبقى واعيين قوي للاعراض. فئة كبار السن قد تكون ما يجيش الأعراض نفس الأعراض المتفق عليها ما بين الأطباء، إن أنا هيجي بكح، كحة ناشفة، هيجيله سخونية، هيجيله ضعف عام في الجسم وتكسير في الجسم. كبار السن لأن هم عندهم أمراض مزمنة، لأن هم عندهم ضعف في المناعة، نسبة الإصابة مش أكتر بس نسبة الخطورة أعلى شوية، معدل الوفيات أعلى شوية في الناس كبار السن. طب معلش يا دكتور على المقاطعة، يعني مين هم كبار السن؟ يعني من سن كام لسن كام نقدر نقول دول كبار يعني السن؟ يعني إحنا كل دولة بتعرف كبار السن عندها حسب معدل الإعمار أو معدل الناس الكبار في السن عندها. إحنا في مصر السن عندنا فوق 60 سنة، كل من هو فوق 60 سنة بيبقى متصنف إن هو من المسنين. فاحنا الاعراض قد تكون هي طبعا الاعراض العاديه بتيجي، طبعا هي السخونيه والكحه الناشفه في معظم الاحوال وتكسير الهرمونات في الجسم، بس انا الرساله اللي عايزين نوصلها ان اي تغيير في الوضع الطبيعي بتاع بابا او ماما لازم يجي في بالي ان ده انذار، لمبه حمراء تنور، لازم اشوف الدكتور متخصص. يعني لو بابا ابتدى مش مركز، يعني كان طبيعي جدا ابتدى مش مركز، قد يكون عنده التهاب في الجسم، قد يكون الالتهاب ده سبب كورونا، فلازم اروح لطبيب. ابتدى اكله يقل شويه الفتره الاخرانيه، لازم اروح لطبيب. ابتدى يكون حركته قلت، دي اعراض احنا بنسميها اتيبيكال برزنتيشن، اعراض غير نمطيه ما بتحصلش الا في الناس الكبار في السن والمسنين.